بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلبة الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير ونستمر بتسجيل محاضرات فصل الحديد الزهر. اليوم الملاحظات راح تكون على نهاية المحاضرة مو بداية المحاضرة على عكس المحاضرات السابقة، يعني راح أبدأ المحاضرة وأكملها وبعدين نعلق على واجباتكم وعلى بعض ما مطلوب من عندكم. احنا بالمحاضرات السابقة درسنا أربع أنواع من حديد الزهر، قلنا هاي الأنواع الأربعة هي حديد الزهر الرمادي وحديد الزهر الأبيض وحديد الزهر المطيلي وحديد الزهر المطاوع. اليوم عندنا نوع خامس من حديد الزهر، هذا نوع حديث نسبيا، حديث نسبيا يعني مو قديم كلش مثل الأنواع، باعتبار أنه يعني حديد الزهر هو تقريبا أول سبيكة صناعية معروفة، كومباكت جرافايت ايرون، يعني حديد الزهر ذو لجرافية المضموم او المكتظ، تعرفون انتم كومباكت ديسك قرص مدمج او المدمج بهالشكل. A relatively recent addition to the family of cast iron is compact graphite iron، يعني الإضافة الجديدة بهاي السلسلة من العناصر حديد الزهر أو من عائلة حديد الزهر هو حديد الزهر ذو الجرافية المضموم أو الجرافية المدمج، هذا compact graphite iron abbreviated يختصر على أنه CGI compact graphite iron. As with gray ductile and malleable iron, carbon exists as graphite، يعني مثل الأنواع السابقة احنا قلنا الجري والميلابل والدكتايل كلهن الكربون اكزيستد او يكون بهن على شكل جرافايت، في حين بحديد الزهر الابيض الكربون يكون على شكل سمنتايت، فهذا ايضا راح يكون على شكل جرافايت از جرافايت، ايضا الكربون راح يكون على شكل جرافايت. Which formation is promoted by presence of silicon، وعملية تكوين الجرافايت راح تكون او يسمح لها وتنتج من عملية وجود السيليكون، وقلنا السيليكون من يكون وجوده أكثر من 1% يساعد أو يعجل بعملية تحول السمنتايت. ونرجع نذكر بهذا الموضوع، قلنا شغلتين اللي تعجل بعملية تحول السمنتايت أو اللي تحول لي الكربون من سمنتايت إلى جرافايت، الشغلة الأولى التبريد البطيء والشغلة الأخرى زيادة كمية أو زيادة نسبة السيليكون. فالسيليكون كونتينت رينج بتوين 1.7 اند 3 ويت بيرسنت، هنا بهذا النوع نسبة السيليكون راح تكون من 1.7 الى 3% ب، whereas carbon concentration is normally between 3.1 and 4، في حين تركيز الكربون راح يكون من 3.1 الى 4%، وهي ذات تحفظونها من 3 ل 4 ما عندنا مشكلة، يعني من 3 إلى 4 بنسبة كربون ومن 1.7 إلى 3% بنسبة سيليكون. Two CGI material are included in table 5.1. على نهاية هذه المحاضرة راح مسوين جدول ملخصين به الأنواع الأرضية مالتها، الكربون مالتها وقسم من استخداماتها، فنوعين ونوعين من أنواع حديد الزهر راح تكون موجودة بهذا الجدول. Macrostructurally بنيويا the graphite in CGI alloys has worm-like or vermicular shape، الجرافيت احنا قلنا شكله بحديد الزهر الابيض يكون على شكل سمنتايت اللي هو طبقة اللي هو يعني مركب Fe3C، بحديد الزهر الرمادي الكربون راح يكون على شكل فليكس like cornflakes، بحديد الزهر الدكتايل يكون على شكل نودز او نودولر على شكل عقد كرات، وبحديد الزهر المطاوع يكون على شكل كلستر او روسيت بهالشكل عنقودي. هنا راح يكون يشبه الدود worm like vermicular على شكل دودي، يشبه الدود شيب. A typical CGI macrostructure is shown in optical micrograph of figure 5.7. هذا هو البنية المجهرية
مال الكومباكت جرافايت ايرون مثل باقي الانواع. هذه ارضيه من الفرايت، هذا الفا، وهذا هو الكربون اللي يكون على شكل او الجراف اللي يكون على شكل جرافايت. وهذا الجرافايت تلاحظون تنتبهون على شغله، يكون هذا هو الشكل الدودي اللي قلنا عليه الفورميكولار او الورم لايك على شكل دود. واكو ايضا قسم، اكو ايضا قسم من الكربون على شكل شنو؟ نودز، على شكل عقد. فالمفروض بحسك الهندسي انت تعرف انه هذا النوع هو حاله وسط بين حديد الزهر الرمادي اللي يكون الكربون بي على شكل شرائح، وبين حديد الزهر المطيلي الدكتايل كاست ايرون اللي يكون الكربون بي على شكل عقد، على شكل كرات. هذه الكرات تلاحظونها العقد موجوده، وهذه يعني ما هي كلش مثل الشقوق اللي موجوده باعتبار انه ذيك كانت شقوق وحافاتها حاده، عفوا مو شقوق، اسف، الشرائح اللي تعمل عمل الشقوق، هذه راح تكون تشبه الدود، بس هو حاله انتقاليه بين حديد الزهر الرمادي وحديد الزهر المطيلي. فهذا فيجر. In sense, حسيا this microstructure is intermediate between that of gray iron and ductile or nodular iron. هو حالة وسط بين ال gray iron وبين ال ductile iron. And in fact, some of graphite less than 20%, أقل من 20%, may be as nodules. راح يكون 20%. نرجع للصورة مالتنا، تشوفون أكو جرافايت على شكل نودز، ولكن أغلب الجرافايت الموجود يكون على شكل شنو؟ الورم لايك، على شكل الدود الورم لايك. وفقط بحدود 20% أو أقل من 20% من الجرافايت يكون على شكل نود. As nodules. However, sharp edges، حافات الحادة، characteristics of graphite flakes should be avoided. هذا النوع بالإضافة إلى قسم من الكربون يكون بي على شكل عقد مثل ما قلنا، أو الجرافايت. الجرافايت الآخر ما يكون على شكل شرائح وشرائح حافات حادة وتعمل عمل الشقوق، لا لا لا، هنا راح تكون مثل ما قلنا. ليش قلنا الورم لايك؟ هي طولية الشكل ولكن نهاياتها عريضة مو مستدقة. شوف هسه هذه أيضا تشبه الشريحة تقريبا إذا نحكي على الشرائح، ولكن الشرائح إذا أريد نحكي بيها كانت بهالشكل، النهاية مالتها راح تكون حادة، وقلنا تقريبا تركيز الإجهاد راح يكون هنا 100% على اعتبار الأريا مالتها هنا تقترب من الصفر. فباعتبار الأريا صفر، القوة قد ما تكون مسلطة راح يصير الإجهاد إنفينيتي. هذه هي إلى حد ما طولية، ولكن النهاية مالتها راح تكون إلى حد ما نهاية عريضة مو مستدقة مثل هذه. لذلك هذه راح تحسن من خواصها الميكانيكية على اعتبار تركيز الإجهاد راح يكون هنا بطريقة مختلفة، فراح نتجنب الحافات الحادة. The presence of this feature leads to reduction in fracture and fatigue resistance of the material. الحافات الحادة من راح تكون موجودة عندي راح تقلل مقاومة المادة للكسر ومقاومة المادة للكلل. سريعا نحكي شوية عن الكلل كخاصية ميكانيكية، انتم راح ان شاء الله تدرسونا بعمق اكبر بالمرحلة الرابعة بالمواد الهندسية وبالتصميم. الكلل هي مقاومة المادة للتحميل الدوري. يعني انت ابسط امثلتها، من تلزم لك سيمة حاول تسحبها تقطعها ما تقدر، فظل شو تسوي؟ تظل تسويها تيرن اب اند داون بايدك باصابعك وتنزلها لجوا وترفعها لفوق. هذا هو الكلل، هذا هو الفتيك. والفراكتشر هي مقاومه الماده للكسر. مغنيسيوم اند اور سيريوم از اولسو ادد. احنا قلنا بالمحاضره السابقه اللي يخلي الكربون يتحول من شكله الشرائحي الى شكله الكروي او شكله العقدي هو إضافة مقادير صغيرة من السيريوم أو المغنيسيوم.
هنا ايضا راح نضيف سيريوم او مغنيسيوم but concentration are lower than for ductile iron ولكن بنسب اقل ولكن بنسب اقل من الدكتايل ايرون وانا قلت بالدكتايل ايرون اضيف 0.05% 5% بالمية mg or ce اضيفه حتى احول شكل الكربون اثناء عملية سباكة طبعا والمادة منصهرة يخلون بوري زجاجي يدخلون بنص المادة للمغنيسيوم كثافته أقل ويحترق فيطفو بس يطفو يحترق يسبب لنا مشكلة على مود نضيفه بالداخل يعني حتى ما تقدر تجيب الخلطة مالتك وتسبكها لا وأثناء ما المعدن منصهر نجيب هذا المغنيسيوم ونخلي أنبوب ونضيفه بداخل المعدن المنصهر حتى ما يطفو عندي على السطح مالتي ويسبب لي مشكلة هنا راح نضيف مثلا 0.02% mg راح فقط 20% من الكربون راح يتحول الى شكله العقدي والباقي راح يكون الورم لايك The chemistries of CGIs are more complex than for other cast iron types بالنسبة للكيمياويات مالته او التركيب الكيميائي مالته راح يكون اكثر تعقيدا من باقي انواع حديد الزهر الاخرى Composition of magnesium, cerium and other additives must be controlled so as to produce macrostructure that consists of worm-like graphite particles while at the same time limiting the degree of graphite nodularity. يعني عملية الإضافة يجب أن نتحكم بها بطريقة لإنتاج to produce macrostructure. هذه macrostructure أو هذه البناء المجهري شبيه that consist of يتكون منين worm-like graphite particles من جزيئات جرافيتية تشبه الدود ليش؟ لأنه إذا ما تحكمت بالموضوع زين أو ضفت إضافات مثل 5% هاي إذن راح تحول كل الكربون إلى شنو؟ إلى عقد إذا حولت إلى ductile وأنا ما قاعد إلى ductile أريد compact graphite وإذا ضفت أقل من 5% ما راح تطلع عندك راح يطلع عندك أو عفوا أقل مثلا من 0.02% راح يطلع عندك مو شكل الجرافايت يكون شكل دودي وشوية من عنده عقد ممكن يكون فليكس وصار عندك gray iron فالموضوع so complicated while at the same time limiting the degree of graphite nodularity وبنفس الوقت أقلل من درجة تكوير أو درجة تكوين العقد الجرافيتية and preventing the formation of graphite flakes ونتجنب تكوين شرائح الجرافايت فإذا يجب أن نتحكم ليش قلنا الكيمستري مالته complicated هذا النوع يجب أن نتحكم بالإضافات السيريوم والمغنيسيوم والإضافات الأخرى if any حتى شنو أسوي حتى أحصل على جرافايت يكون الأغلبية من عنده أو 80% من عنده يشبه الورم لايك يشبه الدود وال20% المتبقية راح تكون هي على شكل عقد Furthermore, علاوة على ذلك, depending on heat treatment, بالاعتماد على المعاملة الحرارية, the matrix phase will be perlite and or ferrite. الماتريكس phase مالته ممكن تكون مثل باقي الأنواع الأخرى اعتمادا على المعاملة الحرارية ممكن تكون perlite أو ممكن تكون ferrite. وهي سأشرحها على الأرضية بموضوع منفصل عن الأنواع الأخرى. As with the other type of cast iron, the mechanical properties of CGI are related to microstructure. مثل أي مادة أخرى مثل باقي أنواع حديد الزهر الأخرى الخواص الميكانيكية mechanical properties of compact graphite irons are related to microstructure. راح تعتمد على البناء المجهري graphite particle shape as well as matrix phase or macroconstituent. وكذلك يعني اذا انشغلت يعني يتحكم بالخواص الميكانيكيه الكربون شكله ونسبته هذا الرئيسي العامل الرئيسي الاول عفوا والعامل الرئيسي الثاني الماتريكس مالتي او الماكرو كونستيتيوتنت او البناء المايكروي مالته او التركيب المايكروي مالته هو بيرلايت لو فرايت ايش قد اكو بيرلايت ايش قد اكو فرايت لانه البيرلايت قوي مثلا الفرايت راح يكون لين
An increase in degree of nodularity of graphite particles lead to enhancement of both strength and ductility. زيادة النودولاريتي زيادة العقدية أو جزيئات الكروية الشكل راح تؤدي إلى enhancement تحسين of both strength and ductility المقاومة والمطيلية وهذه شرحناها سابقا لأنه الانخلاع مثل ما قلنا يعني التشكيل يعتمد أساسا على حركة الانخلاعات فحركة الانخلاعات من تجي تلقى حافة حادة من الصعب أنه تلتف أو تدور حول الحافة الحادة لذلك راح توقف تجي الانخلاعة الثانية توقف وراها والثالثة راح تتكدس الانخلاعات عند الشقوق فراح تكون المطيلية ضعيفة بنفس الوقت المفروض المقاومة تزيد على اعتبار أنه حركة الانخلاعات محدودة اللي يصير شنو عندي هنا هذه الشرائح الجرافيتية بوجودها كمراكز تكوين إجهاد راح تضعف مقاومة المادة للإجهاد لذلك تضعف المقاومة والمطيلية من حولت الكربون من شكله الشرائحي إلى شكله العقدي سويت شغلتين خلصت من الحافات الحادة already preventing sorry improving the strength خلصت من الحافات الحادة زيادة المقاومة أنت على اعتبار أنه ما عندك بعد تركيز إجهاد وإجهادات متبقية ومجالات إجهاد بالداخل فحول حسنتها بنفس الوقت الانخلاعة من السهولة أن تدور حول كرة مو حول حافة حادة فعمل الإدارة راح يكون سهلة لذلك زيادة الجرافايت بارتيكلز تؤدي إلى تحسين المقاومة والمطيلية For the more CGI with ferrite matrices have low strength and higher ductility than those with perlitic matrices. أكيد من تكون الماتريكس فرايت بوحدة راح الفرايت لين فما دام لين إذا مطيليته أعلى ومقاومته أقل بينما البيرلايت يتكون من فرايت وسمنتايت والسمنتايت صلب فمن تصير الأرضية بيرلايت راح تكون المقاومة مالتها أعلى ومطيليتها أقل لذلك الأرضية الفرايتية راح تكون مقاومتها have low strength and higher ductilities إلى مقاومات أقل ومطيليات أعلى من الحديد الزهر الـ CGI للبيرلاتيك matrices tensile and yield strengths For compact graphite iron are comparable to value for ductile and malleable iron. تقريبا مقاومة الشد مالته راح تكون مقاربة أو من الممكن مقارنتها are comparable من الممكن مقارنتها مع مقاومة الشد والمطيلية فيما يتعلق بالductile والmalleable iron. Yet are greater than those observed for higher strength gray iron. وأكيد راح تكون أعلى من مايل لحديد الزهر الرمادي. In addition, ductilities for CGIs are intermediate between values for gray and ductile iron. مطيلية راح تكون هي حالة وسط أو حالة انتقالية بين الجراي ايرون والدكتايل ايرون. Also, moduli of elasticity وكلمة moduli هذه جمع كلمة modulus of elasticity range between 140 and 165 جيجا باسكال من 140 إلى 165 جيجا باسكال أو من 20 في 10 أس 6 إلى 24 في 10 أس 6 PSI compared to other cast iron type desirable characteristics of CGI بزين واحد يقول إحنا ليش سوينا CGI يعني شنو فرق عن باقي الأنواع وليش طلعناه وأقعد أتحكم بنسبة السيريوم والمغنيسيوم والإضافة ممكن شوية يصير عندي بالمعامل الحرارية ويفشل وأصب من جديد ليش أطلع هذا النوع للأسباب الآتية نمبر 1 إنك يعني هذه الديزايربل كاركترستيكس هذه الخواص مالته اللي تختلف عن باقي الأنواع هي الآتي هاي ثيرمال كوندكتيفيتي إلى موصلية حرارية عالية شنو هي الموصلية الحرارية شنو هي الثيرمال كوندكتيفيتي
قابلية المادة على توصيل الحرارة من غير ما تنصهر. فيعني أنت عندك حرارة تأخذها من مصدر وتريد تشتتها مثلاً، مثل ما تصير بالتبريد وغير التبريد وقسم المحرك الاحتراق الداخلي، فكل ما تصير الموصلة الحرارية أعلى الموضوع راح يكون يعني قسم من التطبيقات راح يكون أفضل. Number two, better resistance to thermal shock. كلكم شايفينها بالشتاء خصوصا، من تجي تصب شاي بالاستكانة احيانا شي يصير بالاستكانة تطق. ليش تطق الاستكانة؟ بسبب الفرق بدرجات الحرارة مالت الشاي اللي هو المفروض قريب من يعني الماء المتبخر قريب من 100، ودرجة حرارة الانفايرومنت الوسط مالتك هي 10 20 15 12، اذا غسلت هنا ماء بارد بعد حتى اقل. فهذه يسموها الصدمة الحرارية الثيرمال شوك. هذه يعني مثلا اذا نشعل الزجاج البايركس، اكو مواد ما تقاوم الصدمة الحرارية، من هي ساخنة وتتعرض الى تبريد بطيء راسا تنفطر، تصير بها كراك تتشقق. فهذا النوع هو مقاوم جيد للثيرمال شوك اللي هو فراكتشر ريزلتنج فروم رابيد تمبرتشر تشينج، اللي هو الكسر الناتج من التغير السريع بدرجات الحرارة. النقطة الرابعة المهمة، lower oxidation at elevated temperature. المعادن بدرجات حرارة الغرفة تتآكل، يعني من تتفاعل المادة مع الأكسجين شو نقول عليها؟ نقول عليها تتآكل، هي تتحد ويا الجو. بدرجات الحرارة العالية نقول عليها تتأكسد. ويمكن أنتم هاي أصلا من عندكم شايفينها، من تجيب لك قطعة حديد وتخليها بالوسط بال يعني برا بالندى على قولتنا مثلا، او يعني معرضه للهواء الجوي، ورا فتره راح يصير بها راح تتاكل. بينما من نجيبها قطعه الحديد يعني تتاكل تزنجر، من نجيب قطعه الحديد وتحميها وتطلعها للهواء راسا يصير بها طبقه، اذا شايفينها طبقه يعني خارجيه طبقه اكسيد، من الممكن ازاله هاي الطبقه. فهذا النوع lower oxidation at elevated temperature، التاكسد مالته راح يكون قليل بدرجات الحراره العاليه، وهذه ميزه مفيدة بالتطبيقات الحرارية. Compact graphite iron are now being used in number of important applications. These include diesel engine block، محركات أو الكتلة الرئيسية لمحركات الديزل اللي تعمل بالغازويل. Exhaust manifold، الإكزوست العادم والمانيفول مشعب العادم. يعني انتم على الاقل سامعين محرك الاحتراق الداخلي، محرك الاحتراق الداخلي محرك يعني دورة اشواط وديزل وبنزين والى اخره. الغازات العادمة من تطلع قبل لا تروح للاكزوز النهائي مالتنا، كل بستن يطلع الغازات العادمة مالته، والبسات ما تشتغل بنفس الوقت. يعني مثلا بذا المحرك كان 4 بساتن، 2 صعدا و2 نزلا، فشن نسوي؟ نخلي مثل المشعب أو مانيفولد يسمونه يجمع الغازات العادمة وبعدين نوديها للإكزوز. جير بوكس هاوزينج، البيت أو الهاوز أو التغليف مال صناديق التروس. بريك ديسك، أقراص الكوابح فور هاي سبيد ترينز لقطارات السرعة العالية and فلاي ويلز، والعجلات الطائرة. العجلات الطائرة عادة نرجع على محركات الاحتراق الداخلي، اليوم هواي حكينا عنها باعتبار هذا التطبيق يستخدم بكثرة محركات الاحتراق الداخلي. محركات الاحتراق الداخلي عندي المحرك يسمونه محرك الأشواط الأربعة، محرك فهاي الأشواط الأربعة فقط شوط الاحتراق اللي تكون به طاقة والباقيات ما بهم طاقة. فحتى تستمر العملية يعني هذا شوط زين 3 أشواط شلون؟ فيخلون إذا شايفينها، طبعا إذا واحد بيتهم بالمناطق الريفية شايفها بكثرة مكاين السقي، وحتى قسم من المولدات اللي يعني مو كلش المولدات تصنيع المحلي خلي نسميها، يجيبون هاي المحركات الاحتراق الداخلي اللي تكون بستن واحد اللي يصير بها فلاي ويل كبير كلش. المحركات هي يسموها الهندية، وأكثر شيء بالأصل مكائن زراعية هذا النوع من المحركات. ف
فحتى تستمر العملية إلى شوط الاحتراق الجاي، يخلون هذا الفلاي ويل حتى كأنما يخزنون به الطاقة للبستن حتى يقدر يستمر للشوط الاحتراق القادم. نرجع لهذا الجدول تيبل 5.1، ماخذين به مجموعة من أو أنواع من حديد الزهر، تراكيبها بأرضيتها، خواصها الميكانيكية وتطبيقاتها. فعندنا جريد مثلا هذا 1800 أو يسمونه يعني بالSAE Society of Automotive Engineers، جمعية مهندسي الميكانيك، طبعا هذه جمعية أمريكية ومهتمة بالمواد وتطبيقات المواد إلى آخره. الجرافيت أو الكربون يكون بي من 3.4 إلى 2.7، السيليكون 2.55 والمنغنيز 0.7. ما دام السيليكون أكثر من 1%، إذن هذا شنو؟ جراي آيرون. هذا جراي آيرون يعني السيليكون أكثر من 1%. الماتريكس مالته ممكن تكون فرايت زائدا بيرلايت، تكون فرايت زائدا بيرلايت. تشوفون خواصها الميكانيكية، فقط 124 تنسايل سترينث مالته 124، وهذه قيمة منخفضة نسبيا. يلد سترينث ما بي على اعتبار مادة هشة، ومن راح ناخذ الخواص الميكانيكية راح ناخذ تفصيل أكثر حول الموضوع. والدكتاليتي مالته أيضا ما موضحة. التايبيكال أبليكيشن ميسيلينياس سوفت آيرون كاستينج in which strength is not primary consideration. راح يكون من التطبيقات مالته من تكون المقاومة شغلة مو مهمة، ممكن نستخدم هذا النوع من حديد الزهر. النوع الآخر 3.2 إلى 3.5 كربون، 2 أكثر من 2% سيليكون، 0.8 منغنيز. أيضا الأرضية مالته فرايد زائد بيرلايت، تقريبا المقاومة مالته شوية صارت أعلى 173. small cylinder block cylinder head piston clutches plate sorry clutch plates transmission cases. هاي اهم تطبيقات هذا النوع. النوع الثالث اللي هو الجي 4000، ايضا من 3 بوينت، يعني تقريبا الكيميكال مالهم نشوفه متقارب، الكربون 3 الى 3.3 3.2 3.5 3.3 و7 الى اخره، وحتى السيليكون يعني 2.5 2.2 و2، وايضا المنغنيز مالته راح يكون متقارب. هذا الارضيه مالته صارت بيرلايت فقط، لذلك تشوف مقاومه الشد مالته زادت، يعني دوبلتها من كانت فرايت وبيرلايت ونسب الكربون متقاربة، ما نقول نفسه، بس مقاومة الشد من 124 إلى 276. ديزل انجن كاستينج لاينر سيلندر اند بيستن، وأيضا نشوفون كل التطبيقات تروح باتجاه محركات الاحتراق الداخلي، كل التطبيقات هي قريبة من محركات الاحتراق الداخلي. على اعتبار أنا شنو أريد؟ يعني أريد أن أقاوم الصدمة الحرارية وما عندي مقاومة كبيرة بسلندر بلوك وما سلندر بلوك. اللي جيت للمجموعة الأخرى American Society of Testing Materials، الهيئة الأمريكية لفحص المواد، أيضا عندها نظام ترقيم، هذا إن شاء الله ما راح نأخذ فصل القادم راح نحكي عنه شوية. إحنا العام كنا طالبينه، سنة ما راح نطالبكم به لأنه بسبب الكورونا وما جاي ندرس بالكلية وإلى آخره. نسبة الكربون تلاحظون 3.5 إلى 3.8، مو بعيدة عن هذه. من 2 إلى 2.8 سيليكون، أيضا مو بعيدة عن هذه. 0.05 مغنيسيوم، هاي اللي قلنا عليها، وأقل من 0.2 نيكل، وأقل من 0.1 موليبيدينيوم، فتقريبا قريب من النوع الاول، يعني مو الى حد ما قريب. تشوف من الارضيه مالته فرايت فقط، مقاومه الشد مالته 414، وهذه قيمه عاليه يعني قياسا بال124 اكثر من 3 مرات قدها. 276 ومطيليته مرتفعه 18%، لان هذا دكتايل، هو من النوع الدكتايل.
A pressure contain parts such as valves and pump bodies. هنا رحنا باتجاه تطبيقات أخرى باتجاه أنه تطبيقات الضغط اللي تكون بها أجزاء من الفالفات وأبدان المضخات. نفس هذا حديد الزهر بس الأرضية مالته صارت بير لايت. الأرضية مالته صارت بير لايت. تشوف مقاومة الشد مالته صارت مر أكثر من مرة ونص. أكثر من مرة ونص 414 صارت 689 و 483 مقاومة الخضوع من 276 إلى أيضا أكثر من مرة ونص يعني بعد هذه 60 صارت 100 وهذه 40 صارت 70 ولكن انخفضت المطيلية. انخفاض المطيلية بين النوع الأول والنوع الثاني مو بسبب الكربون لأن هو دكتايل آيرون كل الكربون بي على شكل عقدي بس بسبب اختلاف الأرضية من الأرضية فرايد صارت الأرضية بير لايت فانخفضت من 18 إلى 3% هاي سترينث جيرز التروس ذات المقاومة العالية and machine component وأجزاء المكائن النوع نفس النوع سويت له معاملة حرارية حولت الأرضية مالته إلى tempered martensite إلى martensite مطبع تشوفون صارت 120 تضاعفت عن الفرايت كانت 60 صارت 414 صارت 727 وأيضا هذه تضاعفت من 276 إلى 621 أكثر من مرتين ولكن انخفضت عندي المطيلية تطبيقات بينيانز جيرز رولرز وسلايدز البينيان شلون أشرح لكم إياها هذه شايفين نوبات أكو تصير جريدة مسننة مثل العصة وأكو جير صغير يحركها أو إذا عندك جير كبير وجير صغيرون فالجير الصغير اسمه بينيان هذا الترس الصغير يسمونه بينيان سواء يحرك جريدة مسننة أو يحرك ترس أكبر من عنده الجيرز التروس تعرفوها الرولرز الدرافيل والسلايدز المنزلقات هذه فيما يتعلق بتطبيقاته النوع الثالث هو الميلابل ايرون حديد الزهر المطاوع تشوفون نسبة الكربون بي أقل من الأنواع الأخرى وأيضا نسبة السيليكون مالته إلى حد ما منخفضة ليش منخفضة؟ لأنه هذا يعني حديد الزهر المطيلي منين جاي؟ جاي من الجراي ايرون الجراي ايرون نسبة السيليكون بي عالية حتى يصير الكربون على شكل شرائح فلازم يكون نسبة السيليكون بي عالية هذا الميلابول جاني من حديد الزهر الأبيض اللي نسبة السيليكون مالته إلى حد ما تشوفها منخفضة فممكن تكون الأرضية مالته فرايت أو فرايت زائد بيرلايت ف345 يعني مو بعيدة عن 410 أقل من عندها شوية 224 أيضا مو بعيدة عن 276 و10% المطيلية من صار فرايت زائد بيرلايت صارت المقاومة مالته 448 يعني هذه 414 و310 276 General Engineering Services at Normal and Elevated Temperature والتطبيقات الهندسية المختلفة أو العامة بدرجات الحرارة المرتفعة أو حتى درجة الحرارة العادية وأيضا إلى نظام ترقيم بالASTM الكومباكت جرافايت آخر نوع اللي هو من 3-1 إلى 4-1-7 إلى 3 سيليكون وبهذا شوف تلاحظون المنغنيز من 0.015 إلى 0.035 في حين هنا كانت 0.5 هنا كان المنغنيز 0.5 هذا المنغنيز هنا لا من 0.015 إلى 0.035 مثل ما قلت لك بحدود 0.2 الأرضية مالته ممكن تكون فرايت أو ممكن تكون بيرلايت ف 250 يعني أقل من اسمه من صار فرايت هنا و450 يعني تشوفه قريب من الفرايت زائد بيرلايت شو صارت خبصة هذا الجدول خلنا ننظفه شوف هذه هسه 448 هذه 450 310 315 ولكن مطيلية هذه راح تكون أقل هذا من صارت فقط فرايت يعني تشوفوا الاختلاف هنا بالخواص مو بسبب شكل الكربون وإنما بسبب الأرضية أيضا استخداماته ديزل انجين بلوك exhaust manifold brake disc for high speed trains هذه اللي تكلمنا عنها اخر موضوع اشرح لكم اياه سريعا هنا على الارضيه من تكون الارضيه فرايت وتكون الارضيه فرايت
زائدا بيرلايت. هذه أرضية فرايت بها الكربون بأي شكل من الأشكال، عقد، شرائح إلى آخره. وهذه أرضية بيرلايتية اللي تكون مخططة بهالشكل، وأيضا راح يكون بها الكربون بشكل العقدي. إحنا شرحناها بواحد من المخططات، يعني هم راح أجيبه حتى أذكركم به على الأقل. هذا هو المخطط اللي شرحنا عنه. يعني نشرحناه من تصير الأرضية بيرلايتية، البيرلايت هو ألفا بلس اف اي 3 سي. الألفا هنا أنا فقط ألفا الأرضية مالتي، هذا بيرلايت وهذا الألفا. ألفا بالحالتين موجودة ألفا. هنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير شغلتين. من يصير الارضيه بيرلايتيه راح يصير عندي شغلتين. الشغله الاولى وجود السمنتايت اللي هو مركب معدني ذو صلاده عاليه ومطريه منخفضه، فراح اوريدي يحسن لي المقاومه، بالمقابل من يصير الارضيه بس فرايت مثل هاي الحاله، معناه كميه الكربون هنا شبيهه اكثر لو اقل. هنا كمية الكربون بالنصير الأرضية بس فرايت راح تكون أكثر، على اعتبار كل السمنتايت تحلل إلى ألفا زائدا كربون. فهذا الكربون وين راح يروح؟ لذلك تشوفون مو كلش أكو فرق كبير بين الأرضيات. يعني الأرضية البيرلايتية صحيح البيرلايت موجود بيها، والبيرلايت اللي هو عفوا البيرلايت اللي هو عبارة عن سمنتايت، والسمنتايت صلب ومقاومته عالية ومطيليته أقل. بس بنفس الوقت من تصير الأرضية بس فرايت، معناها كل السمنتايت تحلل. من تحلل السمنتايت إلى شنو؟ يتحلل السمنتايت إلى ألفا زائدا كربون. هذا الكربون من تحلل هنا راح تكون كميته أكثر، لأنه هنا الكربون كميته أقل، لأن قسم من الكربون رايح بالف اي 3 سي وقسم اكزيستد از جرافايت. هنا بعد ما عندي اف اي 3 سي، فكل الكربون اكزيستد از جرافايت. فالجرافايت بغض النظر عن شكله من تكون الارضيه فرايتيه فقط. وجاي تلاحظون اذا نرجع للجدول، عفوا احنا قاعد نحكي على نفس التركيب الكيميائي، يعني من صارت الارضيه فرايت هاي من 3.5% الكربون كلها صارت على شكل جرافايت. من اجيت صارت بيرلايت، البيرلايت ما اجى لها كربون من برا، هاي 3.5% قسم من الكربون تحول الى سمنتايت وكون الارضيه البيرلايتيه. فمعناها الكربون المتبقي على شكل عقد راح تكون كميته اقل. بهالشكل هذا الموضوع نحاول نفهمه. اخير 5 دقائق احكي بيها على واجباتكم. الفصل الى هنا راح يكون انتهى. هذا الفصل مال فصل الحديد الزهر. يعني انا صححت لكم اول واجب وقلت لكم على تصحيح الواجبات، يعني سويت editing وعلقت، وبعدين نزلت قسم من درجاتكم وقسم بعدني ما نزلتهم. أنا من أطلب من عندك واجب إذا تريد تأخذ من النت مو مشكلة، كل إحنا نأخذ من النت، يعني نأخذ من النت ونأخذ من الكتب ونأخذ من الكذا. طبعا الكتاب مصداقيته أعلى من ما مصداقية النت، يعني إذا تأخذ من كتاب أكيد راح يكون الموضوع أعلى. بس الكتاب من تاخذ من عنده انت لا تقعد تكتب نصا بالضبط مثل ما مكتوب بالكتاب، يعني حتى اذا معادله انت ما فاهمها. هي الواجب البيتي مو كفي انشر. الواجب البيتي نريد اولا نشوف مدى فهمك للماده، هذا واحد. والشغله الاخرى نريد نعلمك شلون تبحث وشلون تتعلم وشلون تجاوب على الاسئله وشلون كذا. هسه انا موجود وياك او غيري من الاساتذه، من نسالك سؤال باكر انت اذا الله سهل ورحت صرت بالسايت، صرت مهندس جاي تشتغل، من يصير عندك مشكله تسال من؟ يعني حتى فتروح انت بوحدك راح تبحث. فاول بدايه البحث راح تبدا من هنا، تتعلم على البحث وشلون تجاوب وشلون كذا وشلون كذا. هذه اول نقطه. النقطه الاخرى مثل ما قلت لك، اخذ من النت، تصرف شويه بما مكتوب بالنت. يعني انت طالب انجليزيتك ذيك شيء مبينه، كاتب كتابه انا ما اكتبها، معناها هي مو كتابتك. ف
يعني او مثلا واحد والله ماخذ كوبي وبيست من النت حتى ما تعبان حتى ما متعب نفسه وكاتبه بايده. هذه نقطه. النقطه الاخرى النقل. يعني انت من تجي تكتب الواجب وتجي تنقل عليه، انا بالنسبه لي قاعد اقرا وقاعد اتابع وقاعد كذا، فهالمره اغلب اللي درجاتهم 10 من 100 اللي نزلت درجاتهم 10 هم لو ناقلين على بعض، وما ادري منو صاحب ال نقول حقوق الامتياز، صاحب اول شغله كاتبها هاي شغله. الشغله الثانيه يعني انت هسه هو من تنقل هو غلط كتب 723 بدون شيء، انت حط لها كذب ديجري سنتيجريد، هسه ضيف لك على الاقل فد شغله فد اضافه، نقول والله هذا اضاف لنا فد شيء، يعني كاتبها 723 ذاك بدون وحدات، كل اللي ناقلين عليه كاتبين هم بدون وحدات. فمن تجي من يعني لا تجي تنقل الواجب، مثل ما قلت لك انت اكو ناس اخذت يعني اللي اخذ 30 مو رديء باول واجب، يعني 30 مو رديئه صحيه يعني مو كلش عاليه، بس 30 بهذا الواجب يعني يعتبر نفسه ناجح، يعتبرها 50 كانما هي، لانه انا اول شيء اعطيتكم شويه درجات اقل حتى احفزكم حتى اريد احسن من عندكم حتى كذا، وبنفس الوقت يعني اذا تشوفون يمكن انا على واحد اعطيته 70، فال 30 هي قريب من ال 35 قريب من درجه النجاح، تنحسب الموضوع بهالشكل. فمن يعني الواجب لا حد ينقله، لانه انا قلت لك جوز انت صاحب الواجب الاصلي وجوز احيانا الحال صح وانا اعطيك خطا. انت حال الواجب مالتك صح وانا اعطيك خطا، لانه ما قايل لك انا تعطي واجبك ينقلون عليه زملائك. فكل واحد يكتب واجبه الخاص به. الشغله الثالثه اذا انت ضعيف بالانجليزي، واغلبكم ضعاف بالانجليزي، وكل احنا بيوم من الايام كنا ضعاف بالانجليزي، يعني احنا ما طلعنا ولدنا مثلا بنيوهام شاير لو ما اعرف وين ونتكلم الانجليزيه بطلاقه، بس انه انت تتعاجز تروح لمحاضرتك وتكتب لي الفرايت شلون مكتوبه والبيرلايت شلون مكتوبه والكذا، هسه الليد برايت ما بيك حيل ترجع لمحاضرات الفصل السابق او الفصل الثالث اللي هو الحديد الزهر، فكاتبينها ليد برايت، يعني هي مو كتبها بالجوجل ترانسليتر، ها هي اذا ترجمها تترجم بالجوجل ليد بريت صحيحه مالتنا ليد بريت، فحتى ما كلفت نفسك ورجعت لمحاضرتك مع الفصل الثالث وكتبت كلمة ليد برايت بطريقة صحيحة. نوفك من الليد برايت، يعني الفرايت والمارتن سايت ما تعرف تكتبها، فرت شنو جدر انت لو برت لو ما اعرف شنو، ف يعني هسه انت ارجع لمحاضرتك وشوف الفرايت شلون نكتبها، البيرلايت هسه هاي مو مكتوبه فرايت وبيرلايت، مو فد شيء صعب يعني. هاي شغله. الشغله الثانيه اللي عاده الليد برايت هو فيس وليس الوي، واحد كاتب هو مو لا هو طور، قلنا اي شيء بالمخطط نعتبره طور، فهو طور يعني مثل ما قلت لكم هذا النقل الواجب الغلط، اكثر واجب ما نقول عليه خطا هو الوي مكتوبه، فالكل غلطان وكاتبها الوي، لان هو هذا الاول واحد الحال كاتبها الوي او هو بفهمه انه هي الوي، فكل اللي ناقلينها الوي حتى ما متعبين نفسهم او يبذلون جهد. فبما انه هو فايز اذا هو غير عاقل، فمن تجي تكتب لي عليه هي، يعني هذه كارثه الكوارث، هذه كارثه الكوارث. اذا تريدون اصحح كل واجباتكم، لانه عمليه التصحيح تاخذ من عندي وقت ولازم اونلاين على النت اسوي ايديتنج واشر عليها بالقلم، فعمليه اول شيء انزله والنوبه اسوي له ايديتنج والنوبه ورا ما اسوي له ايديتنج واشخبط عليه هذا صح وهذا خطا وهذا تمام وهذا مو زين وهذا ما ادري شنو، ارجع شنو اسوي له، ارجع اسوي له سيف مره ثانيه. فانت منزلها صوره وصوره كفيان انشر لا حولها بي دي اف على مود شويه تقل، على مود تقل حتى من تسوي لها داونلود واشر عليها وارجعها راح تكون اقل. ملاحظه اخيره على موضوع الواجب، يعني هو خير الكلام ما قل ودل. انت فرحان مسوي كاتب اسمك بصفحه وحاط مخطط الحديد والكربون وانت ما مستخدمه، هو مو الغايه من الرسم انه والله انت تجيب رسم وتحط، وبعدين كاتب لك بالبدايه معرف للبير لايت شنو، هذا كله خرط زايد ما بي فايده، ويتعبني ويتعبك ويضيع وقتك ويضيع جهدك. خير الكلام ما قل ودل، انه انت
مثل ما قلت لك هسه عندنا ليش الليد برايت ما يثرب درجة حرارة الغرفة، هو عبارة عن طور. It is a phase from cementite and austenite. خلصنا هسه هذا أول نقطة. الأوستنايت يعني قسم منكم كاتبين بطريقة جيدة بس ما عارف يعبر. It is existed هو موجود between 723 to 1130، بين 723 و 1130 هو أوكي تمام يتواجد. فهو هذا الطور بعد بس ليش ما يتواجد؟ يعني هسه أوكي أنت قلت لي يا ما هذا يتواجد بين هاي درجات الحرارة. كمل الموضوع. It is consist of ferrite sorry cementite and austenite. And all austenite will be transformed to perlite in the درجة in sorry in the temperature ده يقول العرب الإنجليزي in the temperature 223 and lower أقل من درجة حرارة. يعني ما يصير تقول less للأرقام، يعني نوبات أنت يجوز كاتب أنت يعني تعرف تعبر عن الفكرة وفاهم الموضوع ليش مثلا ما أعطيت درجة كاملة، لأنه أوكي اللي كاتبين واللي كذا واللي كذا هو يعرف. فقسم أخذوا 40 وقسم أخذوا 50 وقسم أخذوا 60 وقسم أخذوا 10 فرجان. يعني أنت اكتب أنت مايلاتك لا تعرف جزءك 30 ليش تأخذ 10؟ أو أنت بالآن اللي تنطي حلك للآخرين ينقلونه ليش تنطي حلك وجهدك وجزء أنت حال صح مكان ما تأخذ 70 وثمانية راح تأخذ 10؟ فكل واحد يحل واجبه الخاص بي ويحمله. وإذا تحملون كلكم PDF أنا أصح أنا الواجبات كلها جاي أقرأها، بس قلت لك عملية الإديتينج التحرير والتأشير وال يعني وقاعد أقرأ أنا ما عندي مشكلة أشير عليه بقلم، بس لازم هذا كل الموضوع لازم يتم أونلاين حتى تقدر تطلع على واجبك وتشوف أخطائك وتشوف شغلاتك وين صايرة. فأنا اختاريت مجموعة من الواجبات وصححتها. فإذا كلكم تحملونها PDF وتحملونها صغيرونها، لأن أنت تقول يا أبا أنا شلون أنزل أنا إذا عندي كذا 100 وكسر واجب وكل لازم انزلها وكلها اونلاين وكلها كذا، فهمت تصير عندي مشكله. ان شاء الله الخميس راح ناخذ محاضره، الواجب راح اكتب لكم اياه على يعني بالكلاس مالتنا مكتوب شنو مطلوب من عندك. الخميس ما راح اعطيكم واجب لانه بسبب يعني وفاه الامام علي عليه السلام راح يعني نعطيكم شويه ريست، فراح يكون هذا يعني الواجب هذا مطلوب تسليمه منا الى الاثنين القادم. يعني الخميس ما راح يكون عندنا واجب لوفاه الامام علي عليه السلام. نقطه اخيره هسه انا اتجاوز الوقت عندي صار 47 دقيقه. قسم من الطلاب معترضين على وقت انه المحاضره مجزئه اسبوعيا. إذا تريدون أنزل لكم ساعتين يوم الخميس أو ساعة ونص يوم الخميس أنا ما عندي مشكلة، يعني ما أنزل ساعة اثنين وساعة الخميس، اتفقوا بيناتكم مع مقرري مع ممثلي الشعب وطوني خبر أنزل المحاضرتين اثنيناتين يوم الخميس ومنزل ساعة ورا ساعة حتى ما تصير عليك ثقيلة تقدر تنزل، أو تردون على سيستمنا الباقي أيضا اعطوني فيدباك ونلتقي الخميس إن شاء الله.